اهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الاهلي والى العناوين. الاهلي يضع حجر اساس الفرع الرابع غدا. وحيدة اللجنة الاولمبية تفرض الوصاية على مركز التحكيم. والاهلي يستعد للاسماعيلي بدون راحة. مجددا والى التفاصيل. يضع مجلس اداره نادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر حجر الاساس للفرع الرابع للنادي في منطقه التجمع الخامس في الواحده ظهر غد السبت. ونجح مجلس الاهلي بقياده طاهر في الحصول على قطعه في ارض مساحتها 50 فدان بمنطقه الوادي النوادي بالتجمع الخامس لانشاء الفرع الرابع للنادي في اطار الطفره الانشائيه والتي تشهدها القلعه الحمراء. وقع النادي الأهلي عقود تخصيص أرض التجمع الخامس مع وزارة الإسكان ليبدأ المشروع الجديد للقلعة الحمراء بتشييد الفرع الرابع بعد تطوير الفرع الثالث في الشيخ زايد بخلاف مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر. أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي تخصيص حافلات لنقل أعضاء النادي والإعلاميين الراغبين في حضور فعاليات وضع حجر الأساس تنطلقان من مقر النادي بالجزيرة في تمام 11 صباحا. ومن المنتظر أن يضع مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر حجر الأساس للفرع الرابع غدا السبت. أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن تعنت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ضد القلعة الحمراء بفرض وصاية على مركز التسوية والتحكيم يؤكد أنها تريد الهيمنة والسيطرة على كل الأمور بعدما اعتذر رابع محكم عن استكمال التواجد في المركز للفصل في الأزمة الدائرة فيما يخص إقرار لائحة النادي الأهلي الخاصة. وقال عماد وحيد أن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه بعد مماطلة اللجنة الأولمبية في حسم الأمر وتفويت الفرص على الأهلي قبل إجراء انتخاباته والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري، مشددا على أن الأهلي لن يتنازل عن حقوقه وحقوق جمعيته العمومية والتي أقرت لائحته الخاصة بأغلبية وصلت إلى ما يقرب من 15,000 عضو. استعد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بدون راحة للمواجهات المرتقبة أمام الإسماعيلي والمقررة يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري. وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار تتش بالجزيرة بعد ساعات من الفوز على الإنتاج الحربي أمس بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. We'll be right back.
عد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين خاضوا مباراة الإنتاج الحربي مرانا استشفائيا على هامش تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الجمعة. واكتفى اللاعبون بأداء تدريبات الجري وبعض التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمنازيوم بالنادي بقرار من حسام البدري المدير الفني تجنبا لتعرضهم للإرهاق. اشتكى حسين السيد بهير أيسر الأهلي من آلام في العضلة الخلفية عقب مشاركته في لقاء الإنتاج الحربي أمس الخميس بالدوري. واكتفى حسين السيد بمران خفيف في صالة الجيمنازيوم وبعض التدريبات العلاجية أملا في التخلص من هذه الإصابة قبل لقاء الإسماعيلي بالدوري يوم الاثنين المقبل. بدأ أحمد حمودي لاعب وسط الأهلي تدريبات الجري في ميران الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة والتي تعرض لها بإجهاد العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباراة الإنتاج الحربي. وأدى حمدي تدريبات الجري بجانب التدريبات التأهيلية على هامش ميران الفريق. انتظم اللاعب باكاماني مالامبي صانع ألعاب الأهلي في ميران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وكان باكا قد عاد إلى القاهرة في الساعات الماضية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. أكد المغربي وليد أزار مهاجم الأهلي أنه حصل على ثقة كبيرة بعد أن سجل الأهداف في المباريات الماضية. وشدد أزار على أن الثقة التي اكتسبها ستساعده على التألق بالقميص الأحمر خلال المباريات المقبلة متمنيا العودة لمنتخب المغرب. وأكد أزار أنه يعتبر الانتقادات أمر إيجابي يمنحه قوة ولا يؤثر عليه بشكل سلبي، مشيرا إلى أنه يحاول التركيز مع الفريق وعدم الالتفات إلى الانتقادات. تصدر فريق ناشئي النادي الأهلي مواليد 2002 ترتيب منطقة القاهرة برصيد 10 نقاط بعد الفوز على فريق وادي دجلة اليوم الجمعة بنتيجة 6-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة منطقة القاهرة. وسيطر الأهلي على أحداث المباراة وجاءت الأهداف عن طريق ريتشارد رضا 4 أهداف وأحمد سيد غريب ومحمود صبر. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق الاهلي مواليد 2002. كابتن سامر اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا مندي معاك. كابتن سامر في البدايه الف مبروك، الفوز بنص دستة اهداف اكيد فوز كبير ومستحق، احكي لنا عن احداث المباراه.
الله يبارك فيكي. مباراة النهارده طبعا كانت مباراة مهمة جدا بسبب نظام المسابقة السنة دي، لأن إحنا شغالين دلوقتي منطقة القاهرة 8 فرق بيتقسموا على مجموعتين، كل مجموعة 8 فرق، فهم هياخدوا أول فرقتين بس. فماتش وادي دجلة النهارده كان مهم جدا جدا جدا، لأن هم كانوا في المركز الأول وإحنا وطلائع الجيش في المركز الثاني والثالث، فكان مهم جدا لأن زي ما بقول لك هياخدوا ناديين بس في الآخر. هو دوري من دور واحد، وفي الاخر الناديين هيطلعوا لبطوله القطاعات. هنضم بعد كده معانا الزمالك من مجموعه الجيزه، الزمالك والترسانه والشرقيه للدخان، وفي من الاليوبيه برضو 4 انديه تانيين هيلعبوا بطوله القطاعات. هيبقوا حوالي 12 نادي يتعمل بينهم دوري في الدورين، هيبقى دوري اللي هي القطاعات. طبعا كان مهم جدا جدا ان احنا النهارده، لان خصوصا كمان ان المباراه كانت على ملعب وادي دجله، ملعب التجمع الاول في وادي دجله، هم ملعبهم ترتان وملعب ضيق شويه ليه طابع خاص. فطبعا كان مهم جدا النهارده الفوز عشان نتصدر، لانه الصراع بين 3 انديه هياخدوا منهم 2 بس، وادي دجله والجيش واحنا. فطبعا الحمد لله الفوز النهارده رجعنا للقمه تاني، وكده لسه وادي دجله هيلاعب الجيش. فطبعا الحمد لله على الفوز النهارده والاداء، ادينا مباراه عاليه جدا 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 شبه مباراة الموسم الماضي في بطولة الجمهورية للولاد، رجعوا لمستواهم الطبيعي. نعم. قدام الفرق القوية كمان اللي احنا بنظهر بالمنظر اللائق الحمد لله. الحمد لله. طيب كابتن سامر، يعني ترتيب الفرقة في منطقة القاهرة في 10 نقاط دلوقتي في رصيد الفرقة، احكي لنا موقف الفريق شوية لحد دلوقتي في البطولة. زي ما بقول لك احنا هم 8 فرق، احنا مجموعتنا 8 فرق، ففي وادي دجله كان لعب الاربع ماتشات كان فاز فيهم، احنا دلوقتي عندنا 4 فوز وتعادل، فاحنا كده تصدرنا. لسه نادي الجيش هيلعب بكره، نادي الجيش عنده نفس الرصيد معانا، لو كسب بكره يبقى نفس الرصيد، بس احنا هنبقى ان شاء الله فارق الاهداف لينا. لسه وادي دجله هيلعب الجيش، احنا كنا تعادلنا مع الجيش في ملعبه الاسبوع اللي قبل اللي فات 0-0 مع نادي الجيش. نادي الجيش برضه من الانديه القويه جدا، طلع في المركز الثالث في بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت، من الانديه المميزه جدا، عندهم فرقه 2002 فريق قوي جدا جدا. تعادلنا احنا معاهم الاسبوع قبل اللي فات 0-0 على ملعبهم. فلسه وادي دجله هيلاعب الجيش على ملعب الجيش في المباراه قبل الاخيره، وزي ما بقول لك هم هياخدوا ناديين، فاحنا الحمد لله تصدرنا النهارده. فاعتقد ان شاء الله ان عندنا 3 مباريات اللي جايين نحافظ على الفوز، هنحافظ على الصداره ان شاء الله، ويبقى المركز الثاني ما بين ان شاء الله وادي دجله وطلائع الجيش باذن الله. طب كابتن سامر، ايه رايك في تغيير مسمى البطوله من بطوله منطقه القاهره لبطوله القطاعات؟ لا، هو ما اتغيرش المسمى ولا حاجه، هم قسموا البطوله على مرحلتين. المرحله الاولى بتنظمها منطقه القاهره، زي ما عرفنا ان اتحاد الكوره بعت للمنطقه قالوا ان انتوا هتبداوا تنظيم المسابقه عن طريقكم، عن طريق منطقه القاهره الاول، وهتدونا الناديين اللي طلعوا في المركز الاول هيدخلوا على بطوله القطاعات. كل مجموعه عندنا، احنا عندنا مجموعتين، فتقريبا اعتقد ان المجموعه الثانيه ممكن تبقى المقاولين ووادي دجله، المقاولين وامبي هم الاول والثاني في المجموعه الثانيه، ومجموعتنا ان شاء الله زي ما قلت لك المنافسه ما بيننا احنا ووادي دجله وطلائع الجيش، يبقى ناديين ان شاء الله نكون احنا المركز الاول باذن الله. يبقوا 4 انديه دول يطلعوا من منطقه القاهره يروحوا للقطاعات مع منطقه الجيزه والاليوبيه اعتقد، وممكن يبقى في منطقه ثانيه ما اعرفش تبقى ازاي نظموها، بس هم قالوا ان هتبقى 12 نادي على نلعب دوري من دورين، اللي هي تبقى بطوله مسمى بطوله القطاعات. نعم. اللي هي شبه يعني بطوله الجمهوريه شويه، بس يعني من غير منطقه اسكندريه واسماعيليه. طيب كابتن سامر عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الاهلي مواليد 2002، الف مبروك الفوز مره ثانيه، شكرا جزيلا لي، كنت معايا عبر الهاتف. فاصل قصير ونعود لمتابعة أخبار منتخبنا الوطني والفرق المحلية. الأخبار المحلية، حيث أحيا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ذكرى تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 1990 والتي أقيمت بإيطاليا،
وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مثل اليوم من عام 1989 استضافت مصر منتخب الجزائر في استاد القاهرة الدولي لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990. فاز الفراعنة بهدف حسام حسن بعد التعادل ذهابا دون أهداف. يذكر أن منتخب مصر تمكن من الصعود لبطولة كأس العالم 3 مرات، في عام 1934 وفي عام 1990 وفي عام 2017. نفذت تذاكر مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم والتي ستقام في روسيا منتصف العام المقبل. وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بطرح تذاكر البطولة للبيع المباشر للجماهير يوم الخميس الماضي، لتقوم الجماهير بحجز كل مباريات مصر في دور المجموعات ودور 16 وربع النهائي في حال تأهل لهما. ولم يتبقى متاحا للحجز سوى عددا من التذاكر لمنتخبات مثل دنمارك، كوريا الجنوبية، ونيجيريا، وبلجيكا، وكرواتيا، وأيسلندا. عرب عمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر ونادي أتروميتوس اليوناني عن فخره بتواجده ضمن كتيبة الفراعنة والتي نجحت في تحقيق حلم الصعود لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وكتب عمرو وردة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الفريق والذي واجه خيبة الأمل بعد السقوط في نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل أن ينجح في الصعود لبطولة كأس العالم بعد غياب دام 28 عام. وافق اتحاد الكرة على عودة حمادة المصري المرشح لعضوية اتحاد الكرة إلى سباق الانتخابات المقبلة والتي تقام في يوم 26 من نوفمبر الجاري. وكانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت خطابا رسميا لاتحاد الكرة أكدت فيه تقدم أحد الشخصيات بشكوى ضد المصري بسبب إيقافه من جانب اللجنة الأولمبية في وقت سابق. وافق اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية على خوض المصري الانتخابات المقبلة على المقعد الشاغر ليعود مرة أخرى لقائمة المتنافسين. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف الألعاب الأخرى، حيث أكد عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أنه يجري التجهيز لتوقيع البروتوكول الخاص ببطولة كأس السوبر الأفريقي وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لاستضافة النادي للبطولتين في شهر أبريل القادم. وأوضح السعداني أنه على تواصل مستمر مع الاتحاد الأفريقي لكرة اليد وسيتم توقيع البروتوكول الخاص بالبطولتين يوم الخميس القادم. وأضاف السعداني أن إدارة النشاط الرياضي
تجهز ترتيبات مميزة لخروج الحدث بصورة مشرفة تليق بالنادي الأهلي وتاريخه الناصع في تنظيم البطولات الكبرى. عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تقدمه باقتراح الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لتخصيص جائزة باسم الراحل جمال شمس وصورة كرة اليد الأهلوية والمصرية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية. وأضاف السعداني أن جائزة الراحل جمال شمس سيبدأ تفعيلها بداية من بطولة كأس الكؤوس والتي يستضيفها النادي في شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أن الجائزة سيتوج بها مدرب الفريق الفائز بلقب البطولة. وأوضح مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن الجائزة المقترحة سيتم تفعيلها في كل بطولات أفريقيا للمنتخبات والأندية المقبلة تقديرا لما قدمه الراحل جمال شمس لكرة اليد في مصر وأفريقيا. أكد ناصر زهران المدير الفني لفريق الاسكواش بالنادي الأهلي أن لاعبي ولاعبات الفريق حققوا نتائج جيدة في بطولة نادي الزهور. وقال زهران أن كنزي أيمن حصدت لقب منافسات تحت 15 سنة ناشئة، فيما حصد يوسف عبد الفتاح المركز الثالث في منافسات المرحلة العمرية ذاتها للناشئين، وحصدت ندى حافظ المركز الثاني في منافسات السيدات. وعلى صعيد منافسات تحت 19 سنة احتل أحمد عبد الفتاح المركز الثالث، وحققت نهى حسام المركز الثالث في منافسات تحت 13 سنة ناشئات. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف ناصر زهران المدير الفني لفريق الاسكواش بالنادي الأهلي. كابتن ناصر أهلا وسهلا بك. أهلا بيكي ومساء الخير ومساء الخير على تلفزيون النادي الأهلي. كابتن ناصر في البداية احكي لنا عن أحداث البطولة. هي طبعا البطولة كانت بطولة قوية جدا من البطولات المصنفة من ضمن الفئة الأولى، اللي طبعا هي بتشارك في خمس مراحل ناشئين وخمس مراحل ناشئات بخلاف بطولة الرجال وبطولة السيدات. الحمد لله الأهلي شارك في جميع الفئات السنية ديت، الحمد لله يمكن حققنا أفضل نتيجة لبطولة الدور ديت بما حققناه نتائج جيدة. وعلى رأسها اللاعيبة كان أيمن حقق المركز الأول ويوسف فتاح المركز الثالث 15 سنة بخلاف نهى ونادى. الحمد لله التوتال كله بتاع البطولات حوالي 6 كؤوس، الحمد لله ده كان انجاز كويس بالنسبه لسكواش النادي الاهلي. اكيد الحمد لله. طيب كابتن ناصر، هل في اي بطولات ثانيه هيشارك فيها الاهلي الفتره اللي جايه؟ انا بكلمك دلوقتي وانا في اسكندريه، بنشارك في بطوله نادي سبورتنج المفتوحه، والنهارده يمكن ثاني يوم بالنسبه ليها. الحمد لله النتائج مبشره بالخير ان شاء الله، وان باذن الله البطوله هتنتهي يوم 21 ان شاء الله يكون لها حققنا نتائج برضه جيده زي البطولات السابقه يعني، وخصوصا احنا نتائج رابع مشاركه لينا في البطولات المحليه بخلاف ان احنا ماشيين في الدوري كمان الحمد لله بخطى ثابته. الحمد لله كاسبين كل ماتشاتنا عدا ماتش واحد الحمد لله، يعني احنا من احسن ثلاث فرق في الدوري الحمد لله، وماشيين بمستوى جيد جدا الحمد لله. اكيد كل التوفيق ليك وللفرق. كابتن ناصر زهران المدير الفني لسكواش الاهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمي. جولة في الملاعب العالمية، حيث يقدم الهدف الإنجليزي السابق جاري لينكر والصحفية الروسية ماريا حفل القرعة النهائية لمونديال روسيا 2018
في الأول من ديسمبر المقبل في قصر الكرملين موسكو بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي اليوم. وأشار فيفا أنه سيكون برفقة لانكر وماريا ثمانية مساعدين أحدهم أسطورة كرة القدم الروسية نيكيتا سيمونيان في الأيام القليلة المقبلة. سيتم أيضا الكشف عن هوية المساعدين السبعة الآخرين. استحوذ نجوم مانشستر سيتي على جوائز الأفضل لشهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد مسيرة حافلة في الشهر الماضي. وتوج الأسباني بيب غوارديولا بجائزة مدرب الشهر بعدما قاد السيتيزنز للفوز في الثلاث مباريات والتي خاضها الشهر الماضي، من بينها الفوز 7-2 على ستوك سيتي. وتوج الألماني الشاب لاروي ساني بجائزة أفضل لاعب بعدما سجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين مع مانشستر سيتي في أكتوبر. ونجح المغربي سفيان بوفال نجم ساوثهامبتون في خطف الجائزة الأخيرة من نجوم مانشستر سيتي بعد اختيار هدفه أمام ويست بروميتش ألبيون كأفضل هدف في أكتوبر بعدما جاء بمهارة فردية مميزة. أكدت شبكة بي بي سي البريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يستهدف التعاقد مع لاعب تشيلسي ومنتخب البرازيل ديفيد لويز مستغلا خلافه الفترة الأخيرة مع مدرب الفريق أنطونيو كونتي. وكان كونتي قد استبعد ديفيد لويز من قائمة الفريق اللندني ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى أن المدرب الإيطالي قد وجه انتقادات للاعبه البرازيلي بعد أدائه ضد روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. ويفكر مورينيو في جلب ديفيد لويز إلى معقل الشياطين الحمر في الأولد ترافورد لتعزيز صفوف الفريق بعد أن كان قد اعتمد عليه وأثبت كفاءته حينما كان مورينيو مدربا لتشيلسي. حدد نادي برشلونة الأسباني بديل اللاعب فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي في حال فشل النادي الكتالوني في الوصول لاتفاق مع ليفربول بخصوص كوتينيو. وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية أن مسؤولي برشلونة يرغبون في ضم مسعود أوزال لاعب أرسنال الإنجليزي في حال فشل ضم كوتينيو. وأوضحت الصحيفة أن انتهاء عقد أوزال مع أرسنال بنهاية الموسم يجعل ضمه أسهل، كما أن أوزال يلعب مع أرسنال في بطولة الدوري الأوروبي مما يسمح له باللعب مع برشلونة في بطولة دوري الأبطال. متابعات أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. البدري سعيد بالفوز على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتي سبقت المباراة. من الوفد أحمد حمدي يبدأ تدريبات الجري على هامش ميران الأهلي.
من المصري اليوم، الأهلي يضع حجر الأساس فرع التجمع الخامس يوم السبت. ومن الوطن سبورت، حسين السيد يكتفي بتدريبات في الجيم. من الشروق، الأهلي يبدأ الاستعداد للإسماعيلي بدون راحة. ومن البوابة سبورت، ميران استشفائي للاعبي الأهلي. من بيتو، تفاصيل جلسة البدري مع أزارو بعد ثنائية الإنتاج الحربي. ومن مصراوي، خمسة أرقام لافتة لأزارو مع الأهلي. من يورو سبورت عربية، سيناريو ظهور مروان محسن في مباريات الأهلي. ومن الأهلي دوت كوم، معوض معلول تعرض لإصابة مع تونس أكبر من إصابته مع الأهلي فيغيب لفترة. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، زي النهاردة في 17 نوفمبر من عام 2001 الأهلي يصعد نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل الإيجابي مع الترجي التونسي. أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ليتأهل الأهلي لنهائي مستفيدا من التعادل السلبي في مباراة الذهاب بالقاهرة. يذكر أن الأهلي قد فاز بلقب تلك البطولة على حساب سان داونز الجنوب أفريقي. النهارده ايضا في 17 نوفمبر من عام 2012 الاهلي يستعيد اللقب الافريقي بعد غياب 4 سنوات بالفوز على الترجي التونسي بملعب رادس بهدفين لهدف. احرز محمد ناجي جدو هدف الاهلي الاول، واضاف وليد سليمان الهدف الثاني ليفوز الاهلي باللقب للمره السابعه في تاريخه. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.